السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم كامل بخير ومهنيين وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جبت لكم التحلية اللي راهي دايرة حالة في المواقع، قلت نجربها ونعطيكم رأيي فيها. كما راكم تشوفون، نبداو. فأول حاجة نديرو الكريمة. الكريمة واش فيها؟ فيها 3 كيسان تاع حليب. نعبر بهذا الكاس، 1 2 3، نزيد عليهم 2 أكياس تاع الفلو، ولا ديروا 100 غرام. انا هنا ندير ذوق الشوكولا، بما انه نفضلوا احنا نحبوا الشوكولا خير من الكراميل. كما شفتوها في المواقع، الاغلبيه كامل كانت بالكراميل. انا راح نسييها، نديرها بذوق الشوكولا. ندير 2 أكياس اللي هي 100 غرام، ونزيد عليهم 2 مغارف كبار تاع النشا اللي هي المايزينا، 1 2. كما شفتوا هذه التحليه راهي دايره حاله. قلت نجربها، ولكن جربتها كما راكم تشوفوا بالذوق الشوكولا. نتوما اللي ما حبيتوهاش بالشوكولا، حبيتوها بالكراميل، فعليكم غير ديروا فلو كراميل وطيبوا صوص كراميل. هذه هي، انا راح نديرها بالشوكولا وراح نديرها بصوص الشوكولا. المهم دوك تشوفوا معايا، بسم الله نخلط كلش جيدا. بارد في بارد، نحطوها فوق النار. كي تبدا تقال نطفو عليها. وهنا بعد ما غلى لي الخليط كما راكم تشوفوا، تقال القوام تاعو راه ثقيل، نفرغوه في الطبسي، نخليه يبرد. يبرد تماما، لازم يبرد جيدا. هنا كيما شفتوا الكريمه تاعنا ما درنا لهاش السكر، لانه البسكوي كي نديروا البسكوي فيه السكر، وايضا هذا الفلو فيه السكر ايضا. هنا واش نديروا؟ نغطوه بكيس بلاستيكي، نحطوه بكيس بلاستيكي بشرط انه الكيس تاعكم يلامس القاعدة هكا. خلوه يبرد جيدا ونكمل معكم التحلية. وهنا بعد ما بردت الكريمه تاعي كما راكم تشوفوا، واش ندير؟ نخلطها بالباتور ونزيد عليها كاس شونتيي. نخلطهم جيدا حتى يتكاتف الخليط تاعي. انا هنا نزيد شويه تاع الحليب، شوفوا هنا هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه. نبداو نخدموا التحليه تاعنا. واش نسحق؟ نسحق غير الكريمه مع الحليب. بسم الله نبدا. شوفوا هنا باش تبان لكم الصوره، هذه تجي فيها الكاطو. شوفوا انا خليتها باش ندير فيها هذه التحليه. نبداو ندير هذا الحليب، هذا الكاطو نديرها في الحليب، نستفها بهذه الطريقه.
حطها في الحليب ونسدر. هنا بعد ما كملت الطبقة تاع البسكوي كما راكم تشوفوا، نحط لها طبقة تاع الكريمة. انا قلت لكم هذه التحلية ختمتها غير بالشوكولا، حتى الكاطو كما راكم تشوفوا نزيد الطبقة الثانية تاع البسكوي. نزيد نحط طبقة تاع الكريمة كما راكم تشوفوا. نسولها الوجه نتاعها، هنا نمسح هذه الاطراف. هنا ندخلها للثلاجة نخليها حتى تبرد وندير لها صلصة الشوكولا من فوق. هنا في كسرونة نحط علبة شوكولا ونزيد عليهم علبة ياغورت بنينة كما تعرفوها، دير عليها علبة أو أي ياغورت عندكم بذوق الشوكولا. أنا هذي مخلطة كما تشوف ولكن عادي. نحطها فوق النار ندوبها ونرجع معكم إن شاء الله. شوفوا هنا بعد ما ذوبت هذيك الشوكولا، شوفوا كيفاش جات روعة. وليت تفضل الشوكولا على الكراميل تقول لي، خلي لي في التعليقات. انا صراحة نحب الشوكولا خير، وايضا العائلة يفضلوا الشوكولا خير من الكراميل. على هذه قلت لي ما لا منديرهاش بالشوكولا هكا باش ياكلوها. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما خليتها ريحت شويه في الثلاجه، هنحط لها الشوكولا من فوق كما راكم تشوفوا. مشوها غير بالعقل. التزيين دائما يبقى اختياري. هنا نحطها نزيد نخليها تبرد جيدا، زيد هذيك البسكويت تزيد تتشرب من الكريمة. نعود نرجع معكم ونقسمها وتشوفوا كيفاش جات. هنا بعد ما خليتها بردت جيدا، هنا نوريكم القوام كيفاش تجي. بسم الله. شوفوها ما شاء الله تجي
ولا أروع. هذه هي التحلية تاعنا نهار اليوم كما راكم تشوفوا. نتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم، ونقول لكم اللي ما جربتهاش لازم تجرب هذه الوصفة الرائعة. هنا نقول لكم لحقت لنهاية الفيديو، ما عليا غير نقول لكم إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة، إلى اللقاء.